ازاي يعملوا كده في البنات في الهند؟ استغراب شديد من الجماهير بسبب اللي بيحصل في الهند. يا ترى ايه اللي بيتعمل في الستات في الهند وايه السبب في كده؟ انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عمل حالة كبيرة من الضجة والجدل، وده بسبب استغراب الجماهير ورواد السوشيال ميديا من العادات الغريبة اللي بتحصل في دولة الهند. تخيلوا بيعملوا ايه في البنات في الهند، وتحديدا لما بيوصلوا لسن 30 سنة بيعملوا معاهم أغرب حاجة ممكن تتخيلوها، ويمكن كمان ما تصدقوش اللي حصل. الحقيقة إن كل دولة ليها عادات وتقاليد مختلفة عن الدولة التانية، لكن أغرب حاجة تخطر على بالك حصلت في الهند، وده لأن عاداتهم وتقاليدهم غريبة بشكل. عندهم عادة خلت كل الجماهير تستغرب ويحمدوا ربنا على نعمة الإسلام. يا ترى بيعملوا إيه في البنت لما توصل لسن 30 سنة؟ ومش هتصدقوا ليه بيعملوا كده أصلاً. في الفيديو شابة هندية عندها 30 سنة عمالة تعيط عياط رهيب وبتقاوم الستات اللي عمالين يشدوها، ودول سيدات هنديات واخدينها على عربة لفين؟ واخدينها لحاجة عندهم اسمها المحرقة. المحرقة دي مكان بتساق إليه أي شابة في الهند وصلت لسن 30 سنة عشان يحرقوها ويتخلصوا منها تماما. ليه بقى؟ عملت إيه البنت دي؟ لأنها وصلت للسن ده من غير ما تتجوز، من غير ما يتقدم لها حد. انتوا متخيلين حجم الكارثة؟ وده لأن طبعا لعادات وتقاليد الهند فالبنت اللي بتوصل لسن 30 بدون جواز بتعتبر بتجلب العار لأهلها ولعيلتها، فبيقرروا يتخلصوا منها تماما من خلال حرقها. طبعا عادات غريبة جدا، والأكتر إنها مهينة. كل الجماهير اللي شافوا الفيديو تعجبوا من اللي بيحصل هناك، وده لأن ديننا الإسلامي كرم المرأة وأعزها، وأغلبية الجماهير حمدوا ربنا على الدين الإسلامي. ومش بس كده، كمان من ضمن العادات المتأصلة في الهند إن أي سيدة يموت زوجها لازم تحرق نفسها، وده نوع من أنواع الإخلاص والتقرب للزوج، إنها كده بتقرب منه وبتروح له تموت معاه. وكانت تعليقات الجمهور كالتالي: الحمد لله شرعنا بيكرم الإنسان، والزواج ده مسألة اسم ونصيب. وحد تاني قال: ممكن يكونوا بيجوزوها غصب عنها لرجل كبير في السن. وحد تاني بيقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحد تاني بيقول: مش معقول، ده شكلهم بيجوزوها غصب عنها. وحد كمان بيقول: معقول الجهل للدرجة دي؟ وحد بيقول: ايه الكفر ده والجبروت وقسوة القلب دي؟ البعض مقتنع ان دي عادات منتشرة في الهند ومتأصلة بشكل كبير، والبعض بيقول ان دي فيديوهات مش حقيقية لان دي طقوس دينية والناس دي جزء من الطقس الديني ده، والبعض الاخر شايف ان ده لا معناها كده ولا كده، وان الفيديوهات دي اكيد ليها معنى تاني احنا مش فاهمينه. قولولنا انتوا شايفين الفيديوهات دي معناها ايه؟